مبروك. الله يبارك فيك يا علي. لسه كتير يا مولانا. هانت يا استاذ. ثانيه واحده بس يا مولانا. نعم. خالد ممكن تمسك القسيمه؟ هو فين كوفي؟ كان هنا من شويه مش عارف راح فين. انت اقول هو فين؟ اصل لو انت عرفت هتزعلي وهو كمان هيزعل قوي لو انا قلت لك. اخلص يا نصر. خد خالد وطلع على بيت رزق الحاوي. رزق الحاوي؟ ايوه. ده احلى ولا ده احلى؟ الاثنين حلوين قوي يا حاج والله، وحلوين عليكي كمان بالذات. ماشي. اختاري منهم واحد او ممكن تاخدي الاثنين يعني، وهظبطك انا ساعتها في السعر. ماشي خلاص. مبروك يا خالد. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا فريده. الله يبارك فيك. شكرا. اتفضل يا عروسه. شاكرين يا مولانا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. شكرا. على مهلك على مهلك على مهلك. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. اتفضلوا. يلا. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ مالك؟ انا ما رضيتش اقول لك بس عشان انت ما تزعليش. برك لاخوكي. طب توطي صوتك ليه يا بابا؟ في امل. طالما جيتي باركلن وعدتيني انك هترقصي وتزغرطي في فرحي، نفذي وعدك بقى. وهو فرح اخوكي كمان، بيتهيألي مفيش احسن من كده. ما كنتش مستنيه منكم اقل من كده. انتوا كلكم شبه بعض. يا ملك اللي بتقوليه ده ما صحش الكلام ده. يلا بارك لاخوكي. اخويا؟ انا ماليش اخ وماليش اب. فين ماما؟ جيت ماما؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده، بقول لك فين ماما؟ وديتها فين؟ لا انت واضح ان انت اعصابك تعبانه. تعالي تعالي نروح. ماما عايشه وانت عارف كده كويس. وديتها فين بقى؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه مالك؟ ماما الله يرحمها ماتت من زمان. تعالي تعالي نروح، وبكره ان شاء الله نروح نقرا لها فاتحه انا وانت. يلا. انت مصمم بقى لحد اخر لحظه. ماشي اوكي. مالك مالك يا بابا؟ بابا ساكتين ليه يا بنات؟ زغرطوا كده وشغلوا لنا حاجه. الشحنه دي هتبقى متامنه تامين مش عادي. تأمين اللي مستني الخطر يجيله في أي لحظة، ومعهم جيش رجال وترسانة أسلح وعربيات. عادي يعني؟ إيه اللي عادي؟ إيه اللي عادي في كده يا سكالانس؟ هما معاهم جيش وترسانة وإحنا معانا ربنا. أيوة يا جدعان معانا ربنا يا جدعان. في إيه؟ ركزوا معايا يا رجال. إحنا من النهاردة لحد ما خالد يعاود بالشحن في معسكر تدريب على كل حاجة. الله يفخم عليك يا أخي، أنا معاك يا نمر مصر. المشكله ان المعلومات اللي عندينا مش كفايه، وهم المره دي مأمنين كل مكالماتهم وكل رسائلهم، مش عارف اطلع منهم بمعلومه. ده احنا كده من غير ما نعرف خط سير الشحنه وميعاد وصولها، وهتوصل في اي ميناء نسبه نجاح العمليه 50%. أنا معاك ومعايا كل المعلومات اللي أنت عايزها. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.